للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد حمد ناصر الدوخي، رئيس شعبة ترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية، هل يمكنك الحديث أكثر في إطار طبعا البدء في تطبيق المرحلة الأولى من إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة والمرخص لها من قبل الإدارة العامة للمرور طبعا؟ بداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لتعريف وتوعية الجمهور بتطبيق المرحلة الأولى من خطة إسناد الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة، حيث تأتي هذه المبادرة من الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور تقديم خدماتها، تكون هذه الخدمات أسهل وأسرع في الاستفادة بها من قبل الجمهور، وأيضا لتحقيق أهداف ورؤية مملكة البحرين بارتقاء الخدمات الحكومية وتطويرها. وتم الترخيص حاليا الى 11 مركز فحص فني، 9 مراكز منها لفحص المركبات الخفيفه، ومركز واحد لفحص الدراجات الاليه، ومركز واحد لفحص المركبات والاليات الثقيله. نعم. حيث بدا اليوم الموافق الاول من اغسطس 2024 تنفيذ المرحله الاولى من اسناد خدمه الفحص الفني الى القطاع الخاص، حيث تشمل هذه المرحله باسناد فحص كافه المركبات الخفيفه والدراجات الاليه التي لا يتجاوز عمرها على 10 سنوات من سنة الصنع، والتي تم تحديدها من سنة الصنع 2015 إلى 2014 في مراكز الفحص الخاصة، حيث أن اتمام هذه الخطة بالمشاركة مع القطاع الخاص له العديد من الأهداف، منها تنوع أوقات العمل لدى مراكز الفحص الفني والتي تصل إلى أوقاتها لفترات مسائية وعطلة نهاية أسبوع وجلسة رسمية، أيضا سيساهم في تقليل زمن انتظار المراجعين للحصول على خدمة الفحص الفني، وايضا تميزت هذه المراكز بتحسين جوده الخدمه من خلال استخدام اجهزه حديثه واجهزه متطوره في مجال الفحص الفني للمركبات، وايضا انتشار هذه المراكز على كافه المناطق في مملكه البحرين، وهذا سيساهم في سهوله وصول الجمهور لها والاستفاده من الخدمات المقدمه في تلك المراكز. نعم، إذن سعادة الرائد حمد، لو نتحدث عن جانب آخر وهو دور الإدارة العامة للمرور في تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص طبعا في تقديم خدمات الفحص الفني. تقوم الإدارة العامة للمرور في إلحاق كافة الفاحصين التابعين إلى مراكز الفحص الفني إلى دورات مكثفة في الإدارة العامة للمرور، وتشمل هذه الدورات الجانب النظري والجانب العملي لمعايير وأساسيات الفحص الفني، وبعد انتهاء مدة الدورة يتم تقييم الفاحصين، وبعد اجتيازهم للتقييم يتم الترخيص لهم كفاحص فني معتمد. نعم. وبشكل عام ان اسناد خدمة الفحص الفني الى القطاع الخاص سيؤدي الى تحسين الخدمات المرورية وتسهيل الخدمات على المراجعين، وان تشجيع القطاع الخاص بتقديم الخدمات المرورية سيساهم في تحقيق السلامة المرورية. نعم، إذن سعادة الرائد حمد ناصر الدوخي، رئيس شعبة ترخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.